أنا بكره رئيسي بالعمل، بكره 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 كثير كثير، دائما هو بحكي لي إني أنا ما بعرف أشتغل، أنا بكره المشكلة، أنا ما بقدر إني أترك عملي عشان أعيش عائلتي، أعيش زعرور وسوسي ونكون في بيت جيد جدا. بابا مين اللي مخليك تبكي مثل هيك؟ لا ما في حدا. بابا مين اللي مخليك تبكي مثل هيك؟ انا غاضب يا بابا. زعرور ما في حدا، ما في حدا، انا بس كنت تمثيل. بابا انت مش بتمثل. بابا تعالوا اتبعني، بدي اروح اخبر ماما. يا ماما يا ماما. ايه نعم نعم يا زعرور نعم. بابا كان يبكي. ليش ليش يا احمد؟ ما كنت أبكي، بسوي فيكي مقلب. لا أنا ما بسوي في ماما مقلب. هي اللي بيخلي بابا يبكي، أنا بدي أكسر له راسه تكسير يا بابا. شو بدك تسوي يعني يا زعرور؟ هي أحمد شو اللي صاير؟ ولا إيش يا سوسي. أنا غاضب، شايف بابا بكسر لك راس تكسير، واليوم رح أفرجيك ذلك. لا يا زعرور بلاش أنطرد من العمل. مش مو مشكلة، بتصير الشركة كلها باسمك وإلك. يلا على السيارة. وين مودينا؟ أحمد بدنا نروح نربي لك إياه، مش أنت فقط اللي دائما بتطلعنا من المشاكل، اليوم إحنا بدنا نطلعك من المشاكل. نعم بابا اركب. أنا اللي أركب يا زعرور؟ نعم أنت اللي اركب. والله هذا أطفال آخر زمانة. وين مودينا أنت يا مجنون؟ عنده لرئيسك بالعمل، أكسر لك راس تكسير. معقول هذا زعرور اللي بيحكي هذا الكلام؟ أوه شكلنا الآن رايحين على حرب عالمية ثالثة. نعم ثالثة. يلا وبعد الوصول إلى العمل هذا ما حصل. هي يا زعرور هاي شركتي. وينه المدير؟ وينه؟ والله لا كسر راسه. زعرور دائما هو بسكر علينا المفتاح مثل ما انت شايف. عادي هاي المفتاح. وين المفتاح؟ وينه هاي المفتاح؟ والله لنكسر لك يا احمد راسه هذا الكلب. هي هذول نايمين. نعم لانه هذا اله اكثر من 10 ساعات جالس بيشتغل على نفس جلسته. والله لا أخلي العالم كلياتها تفرح إنه هذا رح يموت. أوه والله زعرور شكله مش ناوي على خير. مين اللي طلع برا هذا المكتب؟ بين ارجع إلى عملك أحمد، أنت مطراد. هي اصمت. والله لكسر راسك أنت، والله لكسر راسك. زعرور هذا هو مديري بالعمالة. هذا كتير خطير. نعم حكيت لكم كتير خطير، حكيت لكم تعالون. والله لا كسر راسك. مين حكالك؟ مين؟ سكرنا المصعد بالثانية الأخيرة يا سوسي. نعم منيح إنه إحنا يعني هربنا من هذا المكان. رائع جدا جدا، رائع جدا جدا. أوه هذا إشي أسطوري. يلا يلا الآن وين زعرور؟ أنا هناك بحاول ألاقي طريقة إنه كسر لك راسه يا ماما. أوه طيب طيب يا زعرورة. يلا شوفوا المكان. شايف المكان يا سوسي؟ ولا شايفته، بس أنا متأكدة إنه هذا المكان وهاي الشركة كلياتها رح تصير ملك إلك يا أحمد. أوه ممنوع إنك تحكي هذا الكلام هون. ما في إشي ممنوع، ما في إشي ممنوع يا أحمد. معقول هاي الشركة أنا رح أدمره لهذا مدير الشركة الشريرة ورح أخذ كل هاي الشركة إلي؟ نعم 100% يا أحمد، أنا بثق فيك كتير كتير، وإنت رح تأخذ مفاتيح الشركة اللي موجودات معاي. أوه والله إشي جميل جدا. خليني أرجع أنا أشوف وين زعرور. أوه هيني يا بابا، رحت كسرت لك راسه وين إجيت. يلا إذن يا سوسي
خلينا نكمل هذه التحديات وهاي المراحل ونشوف ايش رح نلاقي امامنا. يلا ولا يا احمد، انا بدي الاقي هذا الشرير وهو بيموت على الارض. نعم نعم يا سوسي. وي ترارارا، انت كيف جيت هون؟ انا سريع. واو هذا سريع مشاك الصغير. هيو هذا هو. هي انت هربت وانت سكرت علي المصعد، انا راح اسكر حياتك. اهرب زرور، اهرب سوسي، سريع 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 جدا. تعال هون، تعال الى هنا. بطيء، اصبحت بطيء، الاجواء صعبة هون. كيف بدنا نمشي؟ كيف بدنا نمشي؟ تعال اهرب. لا لا، كيف؟ ارجع لعملك، ارجع لعملك. ما رح ارجع الى عملي. يلا يا زعرورة، يلا يا سوسي، خلينا احنا نتقدم الى الامام ونفوز عليه هذا. بابا انا وعدتك اني افوز، يعني رح افوز. اوه يلا يا زعرور، سوي اللي انت حكيته بترجاك. اول مرة زعرور بسوي هذا الامر الرائع جدا جدا. نعم دائما زعرور بيحكي الشغلة وبيسويها. استنى استنى استنى. ايه نعم يا زعرور، والله ذكرتني لما حكيت استنى. يا متابعين الاساطير، احنا نزلنا فيديو جديد، مقطع جديد على قناتي احمد ناجح، بتلاقوا القناة تحت بالتعليقات وبصندوق الوصف في الديسكريبشن. نعم هذا المقطع مقطع احمد ناجح ضد سبونج بوب الشرير، كان مقطع اسطوري، بنصح الجميع بمشاهدته. نعم نعم، يلا خلينا انا الان امشي ابتعد عن الجميع. الليزر اللي هون لحقته باخر جزء من الثانية. يلا يا زعرور لا تطلع خلف ظهرك، خلينا احنا نتقدم الى الامام ونفوز على رئيسي بالعمل. زعرور اعطاني الثقة وهذا امر جدا رائع. رح ادمرك يا رئيسي بالعمل، يعني رح ادمرك. يلا يا بابا. نعم هذا بابا اللي انا بحبه. يلا هيني انا وراك كمان. يلا خلينا اقفز هون، هون القفزة يساوي موته. انتبهوا انتبهوا. نعم اللي بسقط هون خلاص بيموت، بتكون الحلقة الاخيرة من حياته. نعم لكن انتبه يا سوسي عشان ما تكون الحلقة الاخيرة من حياتك. يلا هاي قفزة من هون، قفزة من هون. بابا هيني انا وراك ملزق فيك. اهلا وسهلا فيك يا زعرورة. هي انا قررت اكلك يا احمد، مستحيل هذا الكلام. شو مفكرني طفل صغير تسوي فيه مثل هيك؟ انا بطلت الضعيف اللي ببكي منك دائما. ايوه هذا بابا اللي انا بحبه. يلا يلا يا زعرور، يلا يا سوسي، هاي سوسي بدها تقفز على المصعد السريع وانا رح اقفز على هذا المكان. رائع جدا، الان رح نصعد الى الاعلى عشان نسويها. يلا يا احمد خلينا نتقدم، انت اسرع مني. نعم لانه احنا وحوش، احنا رجال اقوياء جدا جدا. وي اوبا اوووو. ولا كنت على وشك ان اسقط، لكن انا احمد ما اسقط ابدا ابدا. وي انزل اطلع. يلا 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 يلا. يا بابا سقطت. اخ وانا كمان مثل الكلام صار معاي، انا كمان. يلا خلينا ارجع عيدها. وبا اخ بابا انا وياك نفس المشكلة بتصير معنا. نعم هي الاولى، هي الثانية، وهي الثالثة، وهي الرابعة، وهي الخامسة. يلا هاي هي النهاية فعلتها، وهي هي الكاميرات. هي يا رئيسي بالعمل شايفني عن طريق الكاميرات، تعال الى العمل.
انا غاضب منك كتير. ما رح يجي بابا، ما رح يجي بابا. ايوه يا زعرورة، هذا زعرورة اللي انا بحبه. يلا هاي سوسي موجودة حاليا في المكان السريع، هي هاي اللي فيها ليزر برتقالي. نعم بصراحة انا عالقة في هذاك المكان لانه مكان لعين، مكان مقرف. نعم زعرور انتبه، هاي كاميرات اذا مسكتك الاضواء رح تقتلك، فانت به يا طفل الصغيرة. حاضر يا بابا. ويييييك مثل هيك بطل 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 الصغير انت. يلا هاي كبسنا كبسة، هاي مين يتجرأ على الهرب؟ خد لك هاي. اخ انا انمسكت انمسكت. مين بحاول انه يهرب مني؟ انا اوعدني يا احمد ما ترجع تهرب مني من امد شركتي. بابا سامع؟ نعم يا زعرور انا السامع. هذا حاليا نام، وهذا لما ينام بيطلب منا ان نشتغل على الاجهزة هاي. شوفوا جهاز الحاسوب صرت اكرهه بسببه، هذا الشرير الذي يدعى المدير بالعمل الشرير السفاح اللي ظلمني. يلا يا احمد خلينا نروح احنا ندمره. بابا يلا يلا، ما بتقدر تفتحها هيك انت. لازم ان انا اخذ الهمر، لازم ان انا اخذ هاي المطرقة. يلا رائع، هيني انا كمان اخذت هاي المطرقة، خليني اضعها بيدي وخليني اضرب اطريقة. هيني سويتها. إيه شو هذا شو هذا شو هذا؟ ايه ممتاز يا بابا. إيه علقت يا زعرور. يلا يلا هي انا كمان علقت، لكن هيني انا سلكت معي الامور. نعم يلا. بابا موني في صرف صحي مجاري يا بابا. نعم يلا اغلق مناخيرك، اغلق انفك يا زعرورة. بابا هيني انا اغلقت خشمي. هاي خشمي في السعودي. نعم بابا، لانه السعوديين هم اكتر ناس بتابعونا في هذا في هاي القناة، فشكرا لكم جدا جدا. نعم بصراحة الجمهور قوي، حتى من العراق ومن الاردن ومن الجميع، احنا منحبكو جميعكو يا من الدول العربية من اينما كنتم. يلا طيب خلينا الان احنا نتقدم ونبتعد عن المجاري هاي ونشوف ايش نهايته هذا الشرير الذي يدعى بالشرير رئيس رئيس العمل. كنا رح نسقط. يا مجنون يا زعرور. الان شو بدنا نسوي احنا؟ ايه احمد انت شو بدي يصير فيك الان؟ يلا يا سوسي ما بعرف شو رح يصير. يلا انا خايف انه يرجع يمسكني وارجع على عملي الكريه، عملي المقرف جدا جدا. لا ما رح ترجع يا بابا. ان شاء الله يا زعرور ما رح ارجع، لكن انا بدي احاول اني ما اخسر ابدا ابدا في هذا التحدي، لاني اذا خسرت فيه رح ارجع لعنده لرئيسي في العمل ورح يذلني مثل ما كان يذلني قبل. هاي بابا لا تخلي اي احد يذلك، خليني انزل انا من هاي الكبسة مثل هيك. ممتاز يلا يا زعرور. شو بتتوقع؟ بسرعة بسرعة يا متابعين الاساطير اكتبوا لنا تحت التعليقات شو بتتوقع موجود بالاعلى. يلا معاكو دقيقة او اقل من دقيقة. يلا 10 ثواني، 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ترارارا بارتور يا بابا. نعم يلا بسرعة، أنا أسرع واحد فيك ويا عائلتي. أنا الآن رح أسبقك يا أحمد. ما في حدا يسبق التاني، أنا رح أقتلكوا أنتوا التلاتة. في أحلامك، أنا اللي بزعل بابا بزعلني، واللي بزعل ماما بزعل بابا وبزعلني، فأنت رح تتدمر يا رئيس بابا بالعمل ورح تصير شركتك لبابا. في أحلامك. في أحلامك يا غبي، في أحلامك. طيب رح نشوف هذا الكلام إذا أحلام زعرور رح تتحقق أم لا.
بابا أي هذا حاطط ليزر بكل مكانه وبكل زمانه، لكن أنا عرفت كيف أتخطاها. يلا اقتربنا من دمرة تدميره، وأنا الآن بكل قوتي الآن حارب بدي وجه لوجه. إذا قتلتني خذ الشركة لك، خذ لك هاي، خذ لك هاي صواريخ. وين اختفى الصاروخ؟ وين اختفى الصاروخ؟ هيا معاي خليني أخذ من هون. لا 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 أمر خطير، اختفى الصاروخ من إيدي. إيه أحمد، هاي الصاروخ أنا معاي، أنا ما بعرف متى رح يروح الصاروخ. إيه سوسي ما بعرف أنا الصاروخ رح يرجع لي أم لا، بس هذا اللي بعرفه إني رح أقتلك، رح أدمرك تدميره. يلا أحمد، هي اختفى من إيدي أنا الصاروخ كمان، جالسة بشيل أنا الليزر هذا، جالسة بشيله. نعم يا سوسي رائعة أنت جدا جدا، خلينا ابتعد عن الليزر. رجع لي، رجع لي هذا الصاروخ، رجع لي اياه. ما راح ارجع لك اياه. اوه كيف ارجع يا سوسي؟ هي احمد لازم انت الان تركز. تعال هون. اخ الان اعطيني الصواريخ، خذ لك هاي. اخ اي لا 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 اسف، انا اسف، اسف بعد شو؟ اسف بعد الضرر اللي ضررتني اياه ولا بعد شو؟ آي آسف والله آسف. خلص خليني بعد، خليني موظف عندك. ما في، أنا آسف، أنت مطرود، خدك يا دمرته تدمير. هاي طائرة الهليكوبتر قادمة عشان تأخذنا يا سوسي ويا زعرور. ياي فعلناها. نعم فعلناها، هذا إشي جميل جدا جدا. اطلعوا عن طريق هذا السلم، خلينا نرجع على منزلنا. شكرا لك يا زعرور لأنك انت ساعدتني في القضاء عليه لهذا الشرير. هاي شركتك انت يا احمد صارت من اليوم تساعدان. نعم هذه يا شركتي. ويلا يا زعرور، يلا يا سوسي، خلينا نرجع احنا الان الى المنزل. ياي هيا بنا. ترارارا وهيك دعستلك عليه. واو والله يا زعرور خليتني افوز على مديري بالعمل وخليت الشركة الي. اكيد اكيد يا بابا. ياي ياي صار عنا شركة جديدة. ياي ياي صار عنا شركة جديدة. شكرا لك يا سوسي، شكرا لك يا زعرور.